السلام عليكم. الكل لاحظ وفرة دبس التمر في الكثير من المتاجر الغذائية الكبيرة، فضلا عن وفرته في البقالات مقارنة بشحه في السنوات الماضية اللي ما كانت بعيدة، لما كانت الناس مثلا توصى عليه وتجيبه من المزارع. وهذا راجع باستخدام الأفران الحرارية في مثل هذه الأيام في الكثير من المعامل الكبيرة، مقارنة بالطرق التقليدية اللي كانت عليها الآباء والأجداد في الماضي واللي البعض ما زال يستخدمها. السؤال المطروح، هل توجد فروق ما بين الاثنين؟ الإجابة باختصار نعم. أحصرها معاكم في 5 نقاط مهمة. الأولى، الطبيعة السكرية. الدبس المأخوذ عن طريق الأساليب التقليدية يتكون من 4 من السكريات، وهم سكرين ثنائيين، السكروز والمالتوز، وسكرين أحاديين، الجلوكوز والفركتوز. الروابط الموجودة ما بين السكريات الثنائية لما تعرضها إلى الحرارة تتكسر وترجع إلى الوحدات الرئيسة منها من السكريات، وهي الجلوكوز والفركتوز. المحصلة الأخيرة في الدبس المأخوذ عن طريق الأفران في نهاية المطاف عبارة عن فقط جلوكوز وفركتوز. لو قارنت عينتين من نفس التمر، واحدة منهم مأخوذة عن طريق الأفران الثانية عن طريق الأساليب التقليدية، بتشوف اللي جاي عن طريق الأفران أكثر حلاوة بسبب هذا التكسر، وبالتالي هو يؤثر على الجلايسيميك اندكس، وما له داعي ندخل في بقية التفاصيل. 2، هناك ما يسمى بكرملة السكر. كرملة مأخوذة من كراميل. لما تعرض السكر إلى درجات حرارة عالية يبدأ يتكرمل، يتغير لونه، يصير غامق، وهذا يؤثر على النكهة والرائحة مقارنة بالدبس المأخوذ بالطرق التقليدية إلا لونه مائل إلى الذهبي. طبعا هذا يختلف بحسب نوع التمر، ولكن في العموم يصير داكن أكثر لما تعرضه إلى الحرارة بسبب ما نسميه بالكرملة. 3، هناك ما يسمى بتفاعل مايلارد، وهو تفاعل يتم ما بين السكر والأحماض الأمينية لما تعرض السكر إلى درجات حرارة عالية، هذا يؤثر على النكهة والرائحة. أيضا الكرملة تؤثر على النكهة والرائحة. 4، تبخر جزء من المياه لما تعرض التمر إلى درجات حرارة عالية في الأفران، وهذا علمي ومنطقي. 5 وأخيرا ضمن سلسلة النقاط، القيمة الغذائية. التمر بطبيعته يتكون من معادن، فيتامينات، مغنيسيوم، بوتاسيوم، B6 وإلى آخره. القيمة الغذائية هذه خصوصا في الفيتامينات تبدأ نسبيا تنعدم لما تعرض التمر إلى درجات حرارة عالية. هذا كله في نطاق الإجابة على السؤال المطروح، وما له داعي أدخل في بقية التفاصيل حتى لا أطيل هذا التسجيل المبني على الاختصار.